هذه المرة ليست الأولى، ففي يوليو الماضي قد تم رفع الحصان النيابية عن 3 نواب ينتمون لحزبين معارضين، منهم حزب الشعب الجمهوري الممثل له أنيس بربر أوغلو، وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وكان ممثلهم ليلى غوفن وموسى فارس أغلاي، وتم اعتقالهم وتجاهل إرادة الملايين الذي كانت لهم انتخابات قانونية، ومجرد إنهم اعترضوا على بعض السياسات الخارجية لتركيا. أيضا ستجد إن ما يحدث الآن في تركيا هو اعتقالات عشوائية، سواء أصحاب الجمعيات الأهلية أو لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة، هذا من وجهة نظر رجب الطيب أردوغان. أيضا تجد أن هناك تنكيل كان أقصى وأقوى من ذلك، ستجد أن بين المعتقلين إيهان بليجن العمدة المنتخب لبلدية كارز بشرق تركيا، أعلنت عقبها بعد إجازه واعتقاله السلطات التركية أنه تم استبداله بمحافظ الإقليم الذي عينته تركيا من قبل، وكان ذلك مجرد نمط ديكتاتوري يطبقه رجب الطيب أردوغان مخالفا أي دستور أو أي قانون في البلاد، بل أصبحت تركيا تركة يرثها هو وحزب العدالة. طيب أستاذ إبراهيم، يعني ما يثير الانتباه هنا في كل ما تحدثت وتفضلت به، بأنه مع كل يعني حملة يقوم بها النظام التركي خارج الحدود، يعني من سوريا ليبيا واليوم إلى أرمينيا، ترافقها يعني حملة اعتقالات واسعة النطاق في الداخل التركي، كيف يجب علينا فهم ذلك؟ أولا ما يحدث وأسبابه سنتحدث حاليا عن أسباب ذلك. أولا تجد أن تركيا في الوقت الحالي منهارة اقتصاديا تماما، والدليل على ذلك أولا ستجد أن في تركيا الدولارات المجمدة التي سرقت من المصارف في تركيا وتباع في السوق السوداء في تركيا، لأن أرقامها المسلسلة مبلغ عنها، بربع الثمن ونصف الثمن في تركيا. وأيضا ستجد أن اتفاقية مصر مع اليونان بخصوص ترسيم الحدود والأنبوب الغاز الذي تريد مصر أن تمرره لأوروبا وعبر العراق ولا يمر بتركيا، ويرى رجب الطيب أردوغان أن حاليا بلاده تمر إلى الهاوية واقتصاده ينهار، وخصوصا أنه يرى أن بعض الدول العربية أصبح عليه ضغط شديد من مصر بطرق سياسية محترمة من خلال الاستثمارات من خلال أنبوب الغاز، ومصر في الفترة الماضية قد أوصلت أنبوب الكهرباء إلى الأردن وإلى ليبيا، والعراق تريد ذلك. أيضا هناك أنبوب غاز سيتم توصيل الغاز إلى أوروبا أجمعنا من خلال التسييل، عملية التسييل، وهو ما يضعف تركيا اقتصاديا ويزهر مصر اقتصاديا بحلول عام 2023، بينما أردوغان يقمع المتظاهرين ويقمع الأصوات المعارضة لأنهم يعرون سياساته الاقتصادية الفاشلة، وما هو إلا جسد هش في هذا الوقت. وإذا تمكنت المعارضة ووقف معها الجيش التركي ضد الميليشيات المسلحة ستكون نهايته حتمية. وضحت الفكرة مديره وضحت الفكرة مدير وحدة العلاقات الدولية بمركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط الأستاذ إبراهيم مطر. أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة.